أهلا بكم، تتابعون معنا الليلة في الأخيرة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن طهران مستعدة للالتزام باتفاق يحفظ مصالحها ويدعو واشنطن للالتزام. إلى أوكرانيا وأزمة محطة زاباروتشيا النووية في ظل تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بقصف مناطق قريبة منها، والاستخبارات البريطانية تحذر من وضع خطير في المنطقة. مواضيع أخرى تابعوها معنا على شاشة التلفزيون العربي والبث المباشر على اليوتيوب، 8 بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت القدس. معي أنا رولا حيدر.